بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكرم وبارك وعظم، وعلى اله وصحابته والتابعين وتابعين باحسان الى يوم الدين في كل لمحه ونفس عدد ما وسع علم الله. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك، امالنا وفقنا نحن وسائر المسلمين لما تحب وترضى، واكفنا واكفهم السوء بما شئت وكيف شئت، انك على ما تشاء قدير، يا نعم المولى ويا نعم النصير. غفرانك ربنا واليك المصير، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اما بعد، نكمل قراءه وشرح كتاب فتح القريب المجيب لابن قاسم الغزي بشرح الفاظ التقريب القاضي أبي شجاع رحمهما الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهما وعلوم مشايخهما وقراء مصنفاتهما في دارين امين في فقه الساده الشافعيه. واليوم فصل في احكام نفقه الاقارب. يقول: فصل في أحكام نفقة الأقارب. وذكر المصنف السبب الأول فيه فقال: ونفقة العمودين من الأهل واجبة للوالدين والمولودين. خد بالك أن أسباب النفقة ثلاثة، أسباب النفقة ثلاثة: القرابة وملك اليمين والزوجية. يبقى القرابة وملك اليمين والزوجية دي ثلاث أسباب لوجوب النفقة. لوجوب، احنا بنتكلم في النفقة الواجبة، مش مطلق نفقة بقى. النفقة الواجبة التي إن لم يفعلها الإنسان يأثم شرعا أمام الله عز وجل، اللي هو قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. رواية صحيح مسلم كده يقوت، وفي رواية باقي كتب السنة: من يعول. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. فأسباب النفقة القرابة وملك اليمين والزوجية. كويس. في بعض العلماء يقدم الزوجية الأول، وبعض العلماء يقدم القرابة الأول، كل واحد له وجهة نظر. لأن القرابة لو قدمناها نقدمها لأنها مقدمة على الزوجية، ولأنها قبل الزوجية، وأنها لا تزول بحال، فتبقى مقدمة. واللي قدم الزوجية قدمها لأن نفقة الزوجية لا تسقط بمضي الزمان. أما نفقة الأقارب فلو مضى الزمان وامتنع عن النفقة ولو متعد لا يجب عليه النفقة بأثر رجعي. فهمت بقى؟ يعني واحد واجب عليه ينفق على أبيه بسبب عجز أو مرض أو زمانة أو فقر، كويس؟ فامتنع عن النفقة عن أبيه لمدة سنة، واد مجرم قليل الأدب متعدي، كويس؟ القاضي ألزمه ينفق على أبيه، ما يحسبلوش نفقة السنة اللي فاتت. فهمت ازاي؟ يعني واجب عليك ان تنفق على ابيك من الان، طب واللي فات؟ خلاص ملوش دعوه بيه. ويأثم امام الله في اللي فات. لكن لو زوجه امتنع عن ان ينفق عليها لمده سنه، وجب عليه انه يجمع نفقه السنه اللي قبل، لا تدخل بمضي الزمن. فهمت ازاي؟ عشان كده اذا نظر للزوم النفقه وعدم سقوطها بمضي الزمان قدم الزوجيه. فهمت ازاي؟ واللي نظر الى التصاق القرابه وقوه العلاقه وعدم زوالها بحال قدم القرابه. فيبقى كل فقيه لما بيقدم حاجه على وجهه نظر معينه. فبيقول: ونفقه العمودين من الاهل واجبه. العمودين اللي هم الاصول والفروع. يبقى ما يقول لك العمودين يقصد ايه؟ الاصول والفروع. الاصول اللي هم الوالدين، والفروع اللي هم المولودين. كويس؟ يعني معناه واجب عليه ان ينفق على ابيه وعلى امه. فان لم يوجد الاب والام، واجب عليه ان ينفق على الجد والجده.
من الجهتين، من جهة الأم ومن جهة الأب، كويس؟ لأنه دول أصول. طيب، وكذلك على ابنه إن كان صغيرا أو مجنونا أو فقيرا، فهمت إزاي؟ طب ابنه مات وسايب له حفيد، وجب النفقة على الحفيد لصغره أو جنونه أو فقره، فهمت بقى إزاي؟ يبقى تجب النفقة، نفقة العمودين من الأهل واجبة، حكمها إبا واجبة، يعني معناه يأثم لو لم يفعل، هذه معنى واجب. أمال نفقته على أخوه، على أخيه، افرضه مات وساب أخوه، النفقة على أخيه مستحبة وليست واجبة عليه، كويس؟ يعني لا يوجب عليه الحاكم، لكن يوجبها عليه العرف، فهمت بقى ازاي؟ لكن مش الشرع. ونفقه لان اخوه الواجب ان ينفق عليه مين؟ جده او ابنه لو عايش، فهمت ازاي؟ او ابوه، فهمت بقى ازاي؟ مش واجب عليه ان ينفق، لان هما الاثنين في نفس المستوى في القرابه، فهمت بقى ازاي؟ واخوه مش من عمود النسب، ده جنبه، هو يتحد معه في عمود النسب لكن ليس هو في عمود النسب، فهمت؟ الاخ والاخت والحاجات دي. وعلى شكله ممكن يدي لاخوه من ايه؟ من زكاه ماله. يبقى من وجبت النفقه عليهم لا يجوز ان يعطيهم من زكاه ماله، فهمت ازاي؟ ونفقة العمودين من الأهل واجبة للوالدين، شوف الوالدين ما تقولش الوالدين، تقول الوالدين. ليه بقى؟ عشان افرض الأب مات والجد عايش، يبقى وهو محتاج ينفق على جده، فهمت؟ ونقول الوالدين تبقى جمع يعني. والمولودين، والمولودين ذكور أو إناث. وخد بالك بقى في حتة مهمة، إن نفقة الأقارب دي لا يشترك فيها اتفاق الدين بخلاف الإرث. الإرث احنا قلنا لازم اتفاق الدين، اختلاف الدين يمنع الإرث. يعني لو هو مسيحي وهو مسلم لا هو يورث أبوه ولا هو يورثه، لكن لو هو مسلم وهو مسيحي وفقير يجب عليه ينفق عليه لأنه أبوه وأبوه، فهمت إزاي؟ لا يشترك فيها اتفاق الدين، فهمت إزاي؟ لا يشترك. طب ليه؟ ليه في الإرث يجب فيها اتفاق الدين وفي النفقة يجب فيها إيه؟ لا يجب فيها اتفاق الدين، لأن النفقة متجددة ولا تعني النصرة، لكن الإيه؟ لكن الإرث يعني النصرة والموالاة، ولا تكون إلا للمسلم، فهمت إزاي؟ لكن النفقة دي متجددة، كل يوم بيجوع، كل يوم بيعطش، كل فصل من فصول السنة عايز لبس يناسبه، عايز سكن يأويه، فهمت ازاي؟ وعلشان كده ايه؟ للوالدين إحسانا مطلقا، لو كافر حد يحسن إليه، فهمت ازاي؟ فمن باب الإحسان للوالدين وجوب النفق عليهم ولو اختلفوا في الدين، فدي نقطة مهمة. بيقول ايه في الشرح بقى؟ ونفقة العمودين من الأهل واجبة للوالدين والمولودين، أي ذكورا كانوا أو إناثا، يعني سواء كانوا المولدين دول ذكور أو إناث، أو الوالدين ذكور أو إناث، سواء أمهات وجدات أو أجداد وآباء، والمولودين سواء بنات أو إيه ذكور أو إناث، وسواء كانوا أبناء أو أحفاد، اتفقوا في الدين أو اختلفوا. شفت بقى مهمة إيه؟ اتفقوا في الدين او اختلفوا، يبقى النفقه الواجبه حتى ولو اتفقوا في الدين او اختلفوا ما تفرقش. ابوه كافر يهودي مجرم بوذي وهو مسلم لكنه فقير، يجب ان ينفق عليه ويجب ان يسكنه السكن اللائق ويحسن اليه، لكن لما يموت ما يورثوش، لا يتورث، فهمت بقى؟ اتفقوا في الدين او اختلفوا، واجبه على اولادهم، يعني كأن على سبيل الاقتصاد، خد بالك، هي يقصد واجبة على أولادهم وعلى أصولهم وأصولهم كمان، لكن هو من باب الاكتفاء يعني للعلم بالمعروف، زي سرابيلة تقيكم الحرب يعني والبرد. يبقى لغة العرب ساعات إيه؟ يحذف المعطوف للعلم به،
فهمت بقى ازاي؟ فما يقول ايه واجبه على اولادهم، يعني يقصد واوصله من باب ايه؟ من باب الاكتفاء بذكر المترابطين. فهمت بقى ازاي؟ زي سرابيله تقيكم الحره يعني والبرد. احنا قلنا النفق على الاقارب تسقط بمضي الزمن ولو تعد، مش كده برضه؟ دي نقطه مهمه. بخلاف الزوجه والحامل والمرضع ما تسقطش النفقة عليهم ايه ولو بمضي الزمن. فهمت ازاي؟ طب افرض تعددوا، يعني الراجل ده ليه ابناء كثيرين وبقى فقير او بقى مجنون او بقى زمن يعني عاجز عن الكسب، كويس؟ مين ينفق عليه من اولاده؟ اولاده متعددين تقسم عليهم بالسويه. فهمت بقى ازاي؟ تقسم على اولاده بالسويه، يعني مخلف 10 عيال يبقى كل عيل يدفع 10 نفقه، اذا كانوا ذكور واناث للذكر مثل حظ الانثيين، لان الغنم بالغنم. فهمت ازاي؟ يبقى لو ليه ابناء متعددين تقسم النفقه على ابناء متعددين ان كانوا اقوياء على الكسب كلهم. طب افرض واحد منهم عاجز خلاص خرج. فهمت بقى المساله؟ يبقى لازم ناخد بالنا ان هم ان تعددوا فبالسويه، ان تعددوا فبالسويه. طيب وان اختلفوا في درجه القرابه فالاقرب، يعني هو عنده ابن وابن ابن حفيد، يعني يبقى الابن اللي ينفق عليه قرابه، لان الاقرب هو الابن مش الحفيد، مش كده برضه؟ طيب يبقى ان تعددوا فبالسوية، وإن اختلفوا في القرابة فالأقرب. فهمت إزاي؟ ناخد بالنا من حاجات التفاصيل. فالأقرب ولو غير وارث. فالأقرب إيه؟ ولو غير وارث. يعني عنده ابن بنت حفيده من بنته، وعنده ابن 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 يعني حفيد ابنه. حفيد ابنه ده يورثه، لكن واجب النفقة على ابن البنت لأنه أقرب. فهمت المسألة؟ الصورة؟ فهمت الصورة؟ يبقى إن تعددوا فبالسوية، وإن اختلفوا في درجة القرابة فالأقرب ولو غير وارث. فالأقرب ولو إيه؟ ولو غير وارث. خدت بالك؟ طب إن استوي في القرب، استوي في القرب يبقى للوارث. إن استوي في القرب يبقى مين؟ يبقى للوارث. يبقى الواجب على الوارث. فهمت طريقة ايه التقسيم؟ فبيقول فأما الوالدون وإن علوا فتجب نفقتهم بشرطين. فتجب نفقتهم يعني تجب النفقة عليهم، يعني فتجب النفقة عليهم على فروعهم، فتجب نفقتهم بشرطين. خد بالك، الفقر وهو عدم قدرتهم على مال أو كسب، تاني حاجة والزمانة، الفقر والزمانة أو الفقر والجنون. الزمانة مصدر زمن، الرجل زمانة إذا حصل له آفة، يعني جاله شلل مسكين، جاله أمراض شيخوخة، مش عارف يتحرك، خدت بالك؟ عنده أمراض تمنعه من الكسب والحركة، يبقى هنا بقى واجب إنه إيه؟ ينفق عليه. طب افرض إنه هو عنده زمانة لكن مش فقير، غني عنده اموال في البنك، خلاص مش واجب النفقه عليه، هياخد ماله من البنك والارباح بتاعتها ويبيع الارض وينفق. فاهم؟ يبقى المقصود ان هو الشرط الحقيقي هو الفقر، سواء بقى معاه زمان او معاه زمان. الفقر مع عدم القدره على الكسب بسبب اما زمانه او جنون، يبقى الفقر ده لازم الاول. طب افرض مجنون لكن عنده مال، خلاص اللي هينفق عليه الوصي من ماله، مش كده برضه؟ يعني العبرة بالفقر الأساسي. خد بالك العبرة بإيه؟ بالفقر. إذا اجتمع مع الفقر إيه بقى؟ زمانة، خلاص هينفق عليه. إذا اجتمع مع الفقر جنون هينفق عليه. طب إذا اختفى الفقر وفي زمانة وفي جنون مش واجب النفقة عليه. فهمت بقى المسألة؟ يعني العبرة بالفقر هو الأساسي، اللي هو الحاجة يعني.
أما المولودون وإن سافروا، المولودون اللي هما فروع، وإن سافروا يعني إيه؟ يعني فروع الفروع اللي هو الأحفاد بقى، وأحفاد الأحفاد وكذا، فتجب نفقتهم على الوالدين، فتجب نفقتهم على إيه؟ على الوالدين. الإمام الشافعي من لطائفه بيقول لك أصغر جدة شفتها عندها 20 سنة، جدة وعندها 20 سنة، لأنها إيه اتجوزت عندها 9 سنين فأنجبت وهي سن 10، وبعدين البنت اللي اتولدت دي اتجوزت وعندها 9 سنين وأنجبت وعندها 10 فبقت جدة. خد بالك كان زمان اتجوزوا بدري بدري، حتى لحد دلوقتي في بعض أرياف إيه اليمن، حتى في أرياف اليمن لحد دلوقتي، كان في مصر في أرياف مصر بس دلوقتي القانون بقى يمنع، واخد بالك، لكن إيه كانوا زمان يجوزوا مجرد البنت تجيها الدورة خلاص، وإحنا عندنا أقل سن للحيض إيه 9، فكانوا يتجوزوا. أيوة. ما هو مسكين يعني إيه؟ ما هو الفقر هنا هو قال لك الفقر جاب المسكين يبقى اجتمع. لما يقول الفقر ويسكت يبقى معناه ايه؟ فقير او مسكين. ما احنا قلنا اذا افترق اجتمع في المعنى. فهمت بقى ازاي؟ يعني افرض هو الوالد ده فقير بياخد معاش 500 جنيه في الشهر. وهو اصلا بيحتاج ادويه بال 500. طب امال هيعيش منين بقى؟ يجيب سكن، ايجار سكنه واكل وشرب وبتاع، يبقى ده اسمه مسكين، في عرف الشرع اسمه مسكين، لكنه برضه يجب النفقة عليه. لانه فقير. فهمت بقى ازاي؟ طب افرض ملوش دخل خالص ولا مالي، اسمه فقير ويجب النفقة عليه برضه. يبقى اللي ليه دخل لا يكفيه يجب النفقة عليه بما يكفيه. واللي ملوش دخل خالص يجب النفقة عليه بما يكفيه. يبقى واما المولودون وان سفلوا يعني ان ايه نزلوا في عمود النسب فتجب نفقتهم على الوالدين. شوف الوالدين، افرض ابوه ميت لكن جده عايش، وابن الابن صغير، يبقى الجد ينفق عليه على طول. فهمت ازاي؟ سواء كان جده لامه او جده لابيه، جد لامه هنا هيبقى ايه؟ لا يرثه، لا يتورثان الجد لامه، لكن يجب النفقة. فهمت بقى ازاي؟ فتجب نفقتهم على الوالدين بثلاثة شرائط. احدها الفقر والصغر. يعني ممكن يبقى فقير سواء كان صغير او زمن او مجنون. يعني اتولد عيل عنده عاهة لا يستطيع الكسب. فهمت ازاي؟ وفي نفس الوقت فقير، يبقى يجب النفقة عليه. طب افرض اتولد عيل عنده عاهة لكن جده كاتب له اموال طيبة، نبقى غني خلاص، هندير له ماله، ندير ماله وننفق عليه من ماله. فهمت بقى ازاي؟ يبقى برضه الفقر هو الاساس، مش مسألة بقى الصغر ولا الجنون ولا الزمان، الفقر هو الاساس. لكن لو زمن او صغير او مجنون وعنده مال يبقى يجب ادارة مالي والنفق عليه من ماله. فهمت بقى ازاي؟ يبقى حلوها الفقر والصغر، فالغني الكبير لا تجب نفقته، أو الفقر والزمانة فالغني القوي لا تجب نفقته، أو الفقر والجنون فالغني العاقل لا تجب نفقته. وذكر المصنف السبب الثاني في قوله ونفقت، بعد ما خلص نفقة الأقارب اللي هم بسبب القرابة، اتكلم بقى على نفقة ايه؟ ملك اليمين. ملك اليمين قد يكون ملك اليمين رقيق، وقد يكون ملك اليمين دواب حيوانات، يعني هو اللي بيربيها. فهمت بقى ازاي؟ يبقى في نفقة واجبة بالملك، ونفقة واجبة بالقرابة، ونفقة واجبة بالزوجية. كويس؟ انتقل بقى لإيه؟ لوجوب القرابة بالملك. وذكر المصنف السبب الثاني في قوله، الدليل على نفقة القرابة من عمود النسب ايه؟ وعلى الوالد، وعلى ايه؟ وعلى المولود له، يعني الوالد المولود له اللي هو مين؟ الوالد. وعلى المولود له ايه؟ رزقهن وكسوتهن بالمعروف. مش كده برضه؟ الآية بتقول كده. طيب.
طيب والنفقة الواجبة على الملك ما يملك كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في امرأة دخلت النار في إرة حبستها لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، وقول النبي لما دخل بستان من بساتين المدينة وجد جمل يبكي واشتكى للنبي فقال لمن هذا الجمل؟ قال اليتيم. قال له تعالى هنا انت بتعمل ايه في الجمل ده؟ اشتكى لي انك تدئبه يعني تتعبه ولا تطعمه ما يكفيه. فهمت ازاي؟ فوصى النبي انه يراعيه. كل الحاجات دي داله على ان ايه؟ انها يجب النفقه على ما يملك والا يدخل النار. واحده دخلت النار في ايه؟ في هره حبستها. وذكر المصنف السبب الثاني في قوله ونفقة الرقيق والبهائم واجبة. فمن ملك رقيقا عبدا أو أما أو مدبرا أو أم ولد أو بهيمة وجب عليه نفقته فيطعم رقيقه من غالب قوت أهل البلد، يعني أكلهم من الأكل المعتاد بتاع المصريين بيفطروا إيه؟ فول وطعمية. أكلهم فول وطعمية في الفطار. بيتغدوا إيه؟ ساعات طبيخ وساعات ما يطبخوش، يبقى ثلاث ايام في الاسبوع طبيخ وبقيه الاسبوع ما تيسر، يعني على غالب زي ما بناكل في بيوتنا على غالب قوت البلد. فاهم؟ مش يجيب بقى كتاب الفقه بتاع زمان يقوم ايه يديهم مد قمح يعني كيلو الا ربع قمح ويقول هو ده اللي وجب عليه. هو لحد دلوقتي بياخد القمح يعمله دي في البيت وبيخبز، ينفع تجيبوا له عيش؟ كان زمان اه بياخدوه يقعدوا يطحنوه يخبزوه. فهمت بقى ازاي؟ فلازم ناخد بالنا منه. فمن ملك رقيقا عبدا او اما او مدبرا او ام ولد او بهيمه وجب عليه نفقته فيطعم رقيقه من غالب قوت اهل البلد ومن غالب قدمهم، يعني عيال قاعدين في الصين ناكلهم رز، عيال قاعدين في مصر ناكلهم ايه؟ فول وطعميه كده كل بلد حسب. قاعدين في لندن ناكلهم ايه؟ فيش اند شيبسي. نعم مش هناك الاكل بتاع في العوام البسطاء في انجلترا ايه؟ السمك والشيبسي. قاعدين في اليابان ناكلهم سمك. قاعدين في ماليزيا تاكلهم ايه؟ رز. فهمت ازاي؟ يبقى في غالب قوت البلد، يعني شوف قوت البلد ايه القوت. كان ايام النبي ايه قوت المدينه ومكه؟ التمر. خلاص ياكلهم تمر. فهمت ازاي؟ واللبن. التمر واللبن واللحم. هو ده غالب قوت اهل مكه والمدينه في عصر النبي. يا تمر يا لبن يا لحم. مش كده برضه؟ وخبز. ادي كل الاصناف اللي كانوا بياكلوها. يبقى ادي ايه؟ من غالب قوت اهل البلد ومن غالب قدمهم. قدمهم يعني ايه؟ يعني ما يضعونه في الخبز. يبقى اي شيء الغموس. ومن غالب قدمهم بقدر الكفايه. مش بقدر الحاجه، مش لحد ما يسد رمقه، لا. لحد ما يبقى بياكل يبقى قوي يقدر ينشط ويتحرك. مش يديله يا دوب بق واحد ويقول له ايه؟ كفايه كده قوت لا تموت. لا ما ينفعش. يديله بقدر الكفايه، مش شرط بقدر الشبع. لكن بقدر الكفايه، الكفايه يعني ايه؟ يعني يحفظ عليه عافيته. لكن الشبع مش مطلوب، لان الشبع والاعتياد عليه يمرض. فهمتوا ده ازاي؟ يبقى بقدر الكفايه، ليس بقدر الضروره ولا بقدر حد الشبع. توسط. فهمت بقى ازاي؟ زي ما افطرنا امبارح كده افطار ايه؟ ايه؟ بقدر الكفايه، لكن ما كتير من الناس ما شبعتش، لكن ايه؟ في الكفايه. بالرغم ان هم كانوا قليل قاموا صلوا اقاموا بتاعوا بقوا عندهم نشاط. فهمت ازاي؟ مش بقوا يترموا على الارض وتعبانين. فهمت؟ ادي بقدر الكفايه. يبقى ايه؟ بقدر الكفايه. ويكسوه من غالب كسوته. برضه انا بقى اهل مصر بيلبسوا ايه؟ بيلبسوا ايه؟ قطن المحله بيلبسوا مش عارف الثياب الفلانيه. خلاص مش مهم ان يجيب له بقى ثياب مستورده من بره. يعني ايه؟ يلبس لبس اهله وبلده وياكل اكل اهله واكل بلده. فهمت بقى ازاي؟ ويكسوه من غالب كسوتهم ولا يكفي في كسوه رقيقه ستر العوره فقط، لان ستر العوره ده الكسوه الضروريه واحنا قايلين بقدر الكفايه. يبقى اعلى شويه من الضروري. فهمت بقى المساله؟ ولا يكفي في كسوه رقيقه ستر العوره فقط. ما
مش كده وبس، كمان ولا يكلفون من العمل ما لا يطيقون، سواء كانوا رقيق بني ادمين او كانوا بهائم، ما تكلفوش فوق طاقتهم. فهمت ازاي؟ ولا يكلفون من العمل ما لا يطيقون. فاذا استعمل المالك رقيقه نهارا راحه ليلا، او عكسه. يعني ما ينفعش يبقى عنده رقيق بتاعه شغله للنهار، ما ينفعش. شغله بالنهار يسيبه بالليل ينام، شغله بالليل يقول له خلاص انا بالنهار مش عايزك، نام استريح. فهمت بقى ازاي؟ فاذا استعمل المالك رقيقه نهارا راحه ليلا، او عكسه، ويريحه صيفا وقت القيلوله. وكمان لما يستعمله في الصيف في النهار وقت شده الشمس يقول له خد راحه، لا يجي له ضربه شمس. ويريحه صيفا وقت القيلوله، ولا يكلف دابته ايضا ما لا تطيق حمله، حتى الدواب ما يكلفهاش فوق طاقته. زي ما بنشوف كده الجماعه اللي بتوع الكارب دول، يبقى حاطط لك على العربيه الكارب مش عارف ايه، وفي مطلع وماسك الحصان قاعد يضرب فيه لما علشان يعرف الحرام كده. ده فعل حرام. يربط جنبيه حصان تاني يا اخي، وحصانين يا اخي، او يخف الحموله لما يعرف يطلع بيها ويعملها على مرتين، ما يعملهاش على مره واحده. الرحمه كويسه. وعلى شكلها قال لك ايه؟ فإذا ولا يكلف دابته أيضا ما لا تطيق حمله. وذكر المصنف السبب الثالث في قوله ونفقة الزوج. خلص بقى إيه؟ المملوء الملك، أسباب الملك وأسباب القرابة. هيخش بقى على أسباب السبب الثالث في النفقة اللي هو إيه؟ الزوجية. ونفقة الزوجة الممكنة من نفسها واجبة على الزوج. بشروط متى تجب النفقة على الزوجة؟ إن مكنت نفسها من زوجها، يعني لم تمتنع من الفراش. إذا دعاها لا تمتنع من الفراش، يبقى في الحالة دي واجب النفقة عليه. إنما لو امتنعت وتعالت لا تجب النفقة عليه، لأنها تبقى نشوز، والنشوز يمنع من النفقة. واضح؟ ونفقة الزوجة الممكنة من نفسها واجبة على الزوج ولو غنية. شوف، ولو غنية ومع مال واجب عليه وينفق عليه. فهم؟ ولما اختلفت نفقة الزوجة بحسب حال الزوج بيّن المصنف ذلك في قوله وهي مقدرة. لأن الزوج في زوج معسر، وفي زوج إيه؟ فقير، وفي زوج غني. معسر يعني عليه ديونه مش عارف يسددها، وفقير يعني ما عندوش ايه اموال فائض، يا دوب اللي جاي على قد اللي رايح. او يكون غني يعني عنده فائض، وبالتالي نفقه المعسر على الزوجه تختلف عن نفقه الفقير على الزوجه، عن نفق او عن نفقه الغني على الزوجه. فلينفق كل من سعته، فمن قدر عليه ينفق، فمن قدر عليه رزقه فلينفق ايه؟ مما اتاه الله. لا يكلف الله نفسا الا ما اتاه، سيجعل الله بعد عسر يسر. الايات كده واضحه. وهي مقدره. وليه قدرها؟ علشان القاضي يعرف يحددها، لانها لا تسقط بمضي الزمن، فلازم تبقى مقدره عشان القاضي يعرف يحدد ايه النفقه التي عجز عن تسديدها، بحيث ان هو تصير دينا في ذمته. وهي مقدرة. فإن وفي بعض النسخ إن كان الزوج موسرا ويعتبر يساره. نعرف موسرا إزاي؟ بنعتبره يوم بيوم، لأن في ناس رزقهم يوم بيوم، في ناس رزقه يوم بيوم، عنده شغل النهاردة يوميته ب 300 جنيه، يبقى موسر، يبقى هو هينفق عليها من ال 300 ما يكفيها في هذا اليوم من وجبتين، يأكلها وجبتين. طب يوميته 50 جنيه، يبقى واجب عليه ياكلها وجبه واحده. فهمت ازاي؟ لانه مش هيقدر ياكلها وجبه، كل واحد على حسب ايه، وبنعتبرها يوم بيوم. واضح؟ للي مالوش دخل ثابت. طب اللي ليه دخل ثابت شهري، خلاص سهله بقى، سهل. ويعتبر يساره بطلوع فجر كل يوم، فمدان من طعام وجبه، لان الوجبه مد، الوجبه مد، المد يعني كيلو الا ربع تقريبا من غالب قوت البدن. الوجبه تساوي مد، يبقى مدان يعني ايه؟ يعني وجبه في الصبح ووجبه بالليل. فهمت ازاي؟ فمدان من طعام واجبان عليه كل يوم مع ليلته المتاخره عنه لزوجته
مسلمة كانت، مسلمة كانت أو ذمية، حرة كانت أو رقيقة. خلاص كل يوم ما عليته يعني ال 24 ساعة، أنت تفتكر اليوم يعني 12 ساعة النهار بس؟ لا، يقول لك كل يوم يقصد اليوم هنا ال 24 ساعة مش النهار. أحيانا اليوم يطلق على النهار فقط، وأحيانا اليوم يطلق على إيه؟ على الليل والنهار. واجبان عليه كل يوم مع ليلته المتأخرة عنه، لأن الليلة بتيجي إيه؟ قبل النهار، فالليلة متأخرة عن اليوم. لزوجته، النفقة واجبة لمين؟ لزوجته، مسلمة كانت أو ذمية، لأن المسلم لا يمكن يبقى ليه زوجة إلا مسلمة أو ذمية، يعني من أهل الكتاب. لا يتصور أن مسلم يبقى عنده زوجة هندوسية، ولا زوجة جوزية، ولا زوجة ملحدة، فهمت ازاي؟ ولا زوجة مشركة تعبد أصنام، ما ينفعش. المسلم يتزوج إلا مسلمة أو كتابية، فهمت بقى؟ احنا دلوقتي هنقول كتابيه مكان ذميه، لان مش في ذمه دلوقتي، مش عقد ذمه، فنقول ايه؟ مسلمه او كتابيه مكان ذميه، لان دلوقتي كلمه ذميه دي مش موجوده، ما بيدفعوش ايه؟ ذمه بتاعته. ايوه. مع ليلته المتاخره عنه، متاخره عنه قصده بعد النهار بقى؟ اه اللي هي سابقه. اه يعني ايه؟ يبتدي من اول النهار مع ليله اليوم اللي بعده يعني، مش عارف يمكن يقصد. تمام، يبقى يقصد يبقى لزوجته مسلمة كانت أو ذمية، حرة كانت أو رقيقة. لأن لو لو هو متزوج رقيقة، طالما الرقيقة تزوجت يبقى نفقتها واجبة على زوجها وليس على سيدها، فهمت بقى إزاي؟ والمدان، المدان بإيه؟ منين؟ أي نوع؟ المد إحنا قلنا كيلو إلا ربع، 750 جرام تقريبا. والمدان من غالب قوتها، يعني من غالب ايه؟ قوت البلد يعني. المراد غالب قوت البلد من حنطة أو شعير أو غيرهما، حتى الأقط في أهل بادية يقتاتونه. أهل البادية أيام النبي كانوا ساعات يجعلوا الأقط لبن مجفف، لبن مجفف يشيلوه عندهم كده ويعتبروه قوت عندهم، فهمت ازاي؟ فإذا كانت هي من البادية يبقى يوفر لها الأقد، إن كانت بمدينة القوت فيها الأرز يبقى يوفر لها الرز، القوت فيها التمر يوفر لها التمر، القوت فيها الزبيب يوفر الزبيب، وهكذا. كل بلد على حسب إيه؟ القوت بتاعها. ويجب للزوجة من الأدم والكسوة ما جرت به العادة. الأدم يعني الإدام بقى اللي هيحطه مع إيه؟ مع القوت ده اللي هو الخبز يعني. هتأتدم بإيه؟ اللي هو المعتاد، اللي هو شو كل بلد بيحبوا يغمسوا إيه؟ ويبقى الغموس بتاعها حسب إيه؟ كل بلد. ويجب للزوجة من الأدن والكسوة ما جرت به العادة في كل منهما، عشان كده الإمام الشافعي قال لك إيه؟ العادة محكمة في مثل هذه الأمور بقى، عشان في أصول مذهبي حاطط لك إيه؟ العادة محكمة في مثل هذه الأشياء، الشرع ما قدرهاش لتغير عادات الناس. يبقى العادة محكمة في مثل هذه الأمور. فإن جرت عادة البلد في الأدم بزيت وشيرج وجبن، شيرج اللي هو الطحينة، عارف الطحينة؟ الطحينة اللي هي من السمسم، فاهم؟ احنا بنحب ناكل ايه؟ فول بزيت وطحينة، مش كده برضه؟ يبقى يجيب لها فول بزيت وطحينة ورغيفين عيش، تفطر يوم الصبح، لأن الغالب، فهمت ازاي؟ لو جاب لها قرص طعمية معاهم خير وبركة، مالهاش حاجة، فاهم؟ وبعدين ايه؟ هو لما بيجي يفطر بيحب يعمس بكوبايه شاي، يبقى يجيب لها كمان كوبايه شاي، لان غالب قوت البلد كده، فهمت ازاي؟ زي ما بياكل يعني، زي ما بياكل. فان جرت عاده البلد في الاذن بزيت وشيرج، الشيرج قلت لك ايه؟ اللي هو زي الطحينه دلوقتي، وجبن ونحوها، اتبعت العاده في ذلك، وان لم يكن في البلد اذن غالب. طب ما فيش في البلد اذن غالب، ما شاء الله البلد الناس بياكلوا انواع كتيره، ما فيش حاجة غالبة، كل الناس بتاكل اللي على مزاجها. اه يبقى خلاص يدي اللائق بحال الزوج، يشوف انت بتحب تفطر ايه؟ فطرها زي ما بتفطر، تحب تتغدى ايه؟ غديها زي ما بتتغدى. فهمت؟ يبقى اللائق بحال الزوج. ويختلف الأذن باختلاف الفصول كمان. فيجب في كل فصل ما جرت به عادة الناس فيه من الأذن.
ويجب للزوجة، يبقى لو اختلف الإدان فصل في الشرع الفصول اثنين، فهمت ازاي؟ لكن في الطقس الفصول اربعة، فهمت بقى ازاي؟ يبقى في الشرع الفصل ستة شهور في الشرع، نقول لك الصيف ستة شهور في الشرع كده، طب والشتاء ستة شهور، فهمت ازاي؟ يبقى الفصول في الشرع من حيث النفقة يعني والاحكام الشرعية هي تبقى فصلين. يعني بيحط ايه الصيف مع الخريف وبيحط ايه الشتاء مع الربيع ويخليهم ده فصل وده فصل. ويختلف القطن باختلاف الفصول، يعني في الصيف المصريين يحبوا ياكلوا جبنه وبطيخ، يبقى في الصيف يبقى جبنه وبطيخ، فهمت بقى ازاي؟ ويختلف القطن باختلاف الفصول، فيجب في كل فصل ما جرى فيه عدد الناس فيه من القطن. الحمد لله يكون الله سبحانه. ويجب للزوجة أيضا لحم يليق بحال زوجها، جوزها بياكل لحمة كل يوم زي عبد الله، واخد بالك اللي بيصلي معنا لازم ياكل لحمة كل يوم متعود كده خلاص، يبقى لازم يأكل مراته لحمة كل يوم، فهمت ازاي؟ هو اللي جابه لنفسه. ما يجراش حاجة، ما احنا بنقول حقائق وقائع، واخد بالك؟ احنا لا نتبلى على احد. يبقى ويجب للزوجة أيضا لحم يليق بحال زوجها، بياكل لحمة يومين في الأسبوع ويوم سمك وبقية الأيام أي أكل ماشي يأكلها زي نظامه يعني، فهمت ازاي؟ وإن جرت عادة البلد في الكسوة لمثل الزوج بكتان أو حرير وجب، لو كانت كسوة إيه؟ البلد كتان يجيب لها كتان، حرير يجيب لها حرير، قطن يجيب لها قطن، وهكذا على حسب إيه؟ الموجود. وإن كان الزوج معسرا، يبقى الأول المثال الأولاني المدين دول ده للموسر، طب افرض معسر، معسر يعني ايه؟ يعني عليه ديون، يعني دخله مش مكفي احتياجه فبيضطر يستدين علشان يعرف يعيش. وإن كان الزوج معسرا ويعتبر إعساره بطلوع الفجر كل يوم، فمد يبقى عليه نصف الكمية بتاع الموسى، فمد أي فالواجب عليه لزوجته مد طعام من غالب برد قوت البلد كل يوم مع ليلته المتأخرة عنه، وما يأتدم به المعسرون مما جرى به عدد. شوف أنت المعسرون الناس الفقراء بيأتدموا إيه في مصر؟ في مصر تدموا فول والطعمية وجبنة وقلوبة بملح وماشي حاله، خلاص يبقى ما يجيبلهاش بقى إيه كافيار ويجيب لها مش عارف كباب، دي مش بتاعة الايه المعسرون. من غالب قوت البلد كل يوم مع ليلته المتاخره، وما يأتدم به المعسرون مما جرت به عادتهم من الأذن، ويكسونه مما جرت به عادتهم من الكسوة. والله دول الناس الفقراء دول بيشتروا الكسوة بتاعتهم منين؟ من سوق كانتو مثلا، خلاص يجيب لها من سوق كانتو. لكن الموسر بيجيبها من محلات اللي في الزمالك واللي مش عارف في القاهرة الجديدة والمولات الفخمة، يجيب لها برضو من المولات الفخمة، كل واحد على حسب هو ايه عايش ازاي. ويكسونه مما جرت به عادتهم من الكسوة. وإن كان الزوج متوسط، لا هو موسر قوي ولا هو معسر، مستور الحال، فهمت ازاي؟ ده المتوسط هيديها مدة ونص بقى، مد ونص، ويعتبر توسطه بطلوع الفجر كل يوم مع ليلته المتأخرة عنه، فمد أي فالواجب عليه زوجته مد ونصف من طعام من غالب قوت البلد، ويجب لها القدم الوسط برضه ومن الكسوة الوسط، بدل ما يجيب لها من سوق كانتو هيجيب لها من العتبة، فهمت ازاي؟ أو من المسك، ما يجراش حاجة، ده الوسط، وهو ما بين ما يجب على الموسر والمعسر. ويجب على الزوج تمليك زوجته الطعام حبا، ايام بقى الايه الامام الشافعي والائمه بتوع زمان ما كانوش بيجيبوا العيش مخبوز جاهز، فكان يديها الحب وهي تخبزه بالطريقه اللي عايزاها، هي عايزاه رقاق، عايزاه قرص، عايزاه بتاع، ما يتحكمش فيها يسيبها براحتها. طب احنا دلوقتي خلاص ما بقاش حد بيخبز في بيته، يبقى يديها المخبوز جاهز، يبقى المخبوزات جاهزه، فهمت؟
ويجب على الموسر والمعسر ويجب على الزوج تمليك زوجته الطعام حبا وعليه وعليه تكاليف طحنه وخبزه. يبقى يملك الحب، واذا كان خبز وطحنه بيتكلف يكلفها كمان تكاليف الخبز. ومش كده وبس، ويجيب لها البوتاجاز والبابور اللي هتطبخ عليه اللي هي الالات والحله والطبق والمعلقه والملح والبهارات والفلفل كل حاجه بقى، الحاجات اللي هي لزوم الطبيخ. فاهم؟ وهو ويجب لها اله اكل وشرب وطبخ، ويجب لها ايضا مسكن يليق بها عاده. هو متجوزها مستواها مرتفع شويه، يبقى يجيب لها مسكن المهندسين، ولا يجيب لها مسكن مثلا في الموطن في الهضبه العليا، لان هو جايبها من بيئه كده. وغير هو متزوجها من بيئه عايشه في مناطق عشوائيه، يجيب لها سكن في منطقه عشوائيه. واخد بالك؟ يعني كل واحد على حسب السكن اللي هو يناسبه، طبقته، الناس طبقات، مش كده برضه؟ وان كانت ممن يخدم مثلها فعليه اخدامها. ولو كانت هي كمان عايشه في بيت ابوها ليها خدم وحشم وليها وصيفه وليها مش عارف، يبقى برضه واجب عليه يجيب لها. لدرجه زمان قال لك وكمان يجيب لها الدخان بتاعها لو كانت بتدخن، على اساس كان الدخان ايامهم بيعتبروه مباح، لانه ما كانش لسه ثبت انه ضار، وما كانش فيه النجاسه اللي بتحصل في الصناعه بتاعته دلوقتي، ولا فيه خبث الرائحه، كان بيبقى نبات طيب الرائحه، تدخن كده يبقى طالع من فمها رائحه بخور، كان حاجه حلوه جدا. دلوقتي خلاص بقى ينتنوا التبغ، يسيبوه لما يتحمض وينتن، ويضيفوا عليه خمور وينجسوه ويضيفوا عليه بعض المواد التانيه حتى بقت مسرطنه وبقت مصيبه. فيبقى لما نيجي نقرا زمان الفقهاء يقول لك يجيب لها دخانها، مش معنى كده تجيب لها كيلوباترا. خد بالك الدخان بتاع زمان مش هو الكيلوباترا بتاع دلوقتي، الكيلوباترا دي سن. فهمت ازاي؟ الكيلوباترا حكايتها حكايه، دي سن. فهمت بقى؟ تغيرت الاحكام. يبقى لما تيجي تقرا، قصدي في الفقهاء، عليك ان تفهم مناهجهم ولا تقف على امثلتهم وفروعهم. المنهج بتاعهم. فهمت بقى المساله؟ يعني احنا في زماننا دلوقتي المحمول ده ضروري بالنسبة للإنسان علشان يبقى متصل بقرايبه وبالعالم الخارجي، يبقى يجيب لها محمود. ما يسيبهاش على مقطوعة في شجرة كده، قاعدة في الشقة لوحدها وهو غايب عنها طول النهار، ولو احتاجته ما تعرفش تتصل بيه، ما ينفعش. يجيب لها محمود. واخد بالك؟ أو يوفر لها حتى تليفون أرضي عشان تعرف تتصل بيه، وهكذا. يبقى بتختلف احتياجات الناس باختلاف العصر، خدت بالك؟ عشان كده كانوا ايه مشايخنا في الازهر يقول لك ايه؟ افهم مناهجهم ولا تقف عند مسائلهم. شوف المنهج بتاعهم مش زي ايه الجماعه اللي هم طالعين دلوقتي يبصوا على بعض المسائل والفروع اللي كانت معاصره ليهم، وبعدين يجي ينتقدهم ويقول لك شوف ايه الكل المكتوب القديم ده كله عايزين نردم عليه. تردم عليه يا استاذ؟ ما ده كان مناسب لعصرهم، كان عصر مناسب لعصر جدتك وجدك وابوك واللي خلفوك. فهمت ازاي؟ دلوقتي تغيرت الاحوال، يبقى احنا نغير برضه حسب الحال، وما نهدمش على اللي فات. ما احنا لو هدمنا عليهم كنا جينا ازاي؟ هم اللي خلفونا. فهمت ازاي؟ ما ينفعش نهدم عليهم. احنا نقول رحمهم الله. وإن كانت ممن يخدم مثلها فعليه أي الزوج إخدامها بحرة أو أمة له أو أمة مستأجرة أو بالإنفاق على من صاحب الزوجة من حرة أو أمة لخدمة. افرض هي مثلا عندها نوع من المرض المزمن، بتحتاج يبقى معاها إيه؟ ممرضة تخدمها، وأنت متجوزها على كده، يبقى خلاص تجيب لها الممرضة وتدفع لها ثمن. فهمت ازاي؟ عشان تمرضها اللي هي بتحتاج الخدمة ليه. وبالإنفاق على من صاحب الزوجة من حرة أو أمة لخدمة إن رضي الزوج به. طالما هو راضي إن هي مخدومة وراضي إن هي بتحتاج من يصحبها في خدمتها وتجوزها، هو عارف كده. طالما اتجوزها وعارف كده خلاص يبقى ملزم بقى إن يعيشها في نفس المستوى اللي كانت عايشة. وإن أعصر بنفقتها، يعني في المستقبل بقى، فلها الصبر على إعساره. تصبر، هي مخيرة، ممكن تصبر تقول لك إيه فترة دي وتعدي، وغالب الزوجات بتصبر الحمد لله.
فلها الصبر على إعساره وتنفق على نفسها من مالها، أو تقترض ويصير ما أنفقته دينا عليه لما يزول إعساره. واضح؟ ولها، طب افرض مش قادرة تصبر، يبقى فسخ النكاح، تروح رفع عليه قضية بالعجز عن النفقة ويرسخ، ولا يحسب طلقة، هذا الفسخ لا يحسب من عدد الطلقات. فهمت ازاي؟ لا، ليس طلاقا، ده فسخ للعجز عن النفقة، لا يحسب من عدد الطلقات. ولها فسخ النكاح، وإذا فسخت حصلت المفارقة، وهي فرقة فسخ لا فرقة طلاق. وأما النفقة الماضية فلا فسخ لها بسببها. طب هي تنفع تفسخ وترفع عليه قضية لأنه لا ينفق عليها النفقة الحاضرة، لكن ما ينفعش ترفع عليه قضية فسخ لأنه ما انفقش عليها السنة الماضية، سنة عدت. فهمت ازاي؟ لكن ساعتها تطالبه بما انفقته في السنة الماضية دينا عليه، لكن لا تفسخ. تفسخ امتى؟ في إن عجز في النفقة الحاضرة. فهمت ازاي؟ لا الماضية. طبعا، بس بعقد جديد بقى ومال جديد، لكن مش محسوب من عدد الطلقات. وكذلك للزوجة فسخ النكاح إن أعسر زوجها بالصداق قبل الدخول بها. على أي حال الحتة دي وكذلك، دليل إنها أوجه، أول ما يقولك وكذلك أو وكذا يبقى معناه إن فيها أوجه، أول ما يقولك وكذا أو وكذلك يعني ما فيها أوجه، وده وجه مرجوح، الوجه ده وجه مرجوح، الراجح إن هي لا. وكذلك للزوجة فسخ النكاح إن أعسر زوجها بالصداق قبل الدخول، لأن هي ليها إن هي إيه تأجل أخذ الصداق، إحنا بنسميه المؤخر. فهمت ازاي؟ ودي عادة مستقرة، لأن الزوج في بداية حياته بيبقى ليس عنده القدرة إن يدفع المهر كامل، فبناخد جزء مقدم ونأخر معظم المهر على أساس إن بمرور الزمن يزول إعساره ويستطيع إن هو يسدده. وكذلك للزوجة فسخ النكاح إن أعسر زوجها بالصداق قبل الدخول بها، سواء علمت يساره قبل العقد أم لا، وهذا مرجوح والراجح خلافه، والله تعالى أعلى وأعلم. ونقف على فصل في أحكام الحضانة بعد شهرين إن شاء الله، لأن بدأنا الأجازة هي السنوية. وكل عام وأنتم بخير. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله.